السلام عليكم، شوكم شباب، ان شاء الله بخيركم على العراقي من قناة دراغون ايراك. طبعا اليوم نزلت لكم هذا المقطع اللي يشرح بسبب عدم انزالي مقاطع بالقناة باليوتيوب. صار لي فترة بعضكم ما يعرف لان ما عندكم الصفحة مالتي اللي هي صفحة القناة اللي انزل بها كل شيء، موجودة بالدسكربشن. هاي الصفحة انزل بها مرات بث مباشر من البلاي ستيشن 4 لان اني ما عندي حاسب. نعم ما عندي حاسب، صار لي اكثر من 10 ايام، والسبب لانه بعت الحاسبة مالتي الاخويا واللي يبقى بلا حاسبه بصراحه صار لي اكثر من 10 ايام بلا حاسبه. اللي يبقى بلا حاسبه بصراحه مثل مش مشرد. صراحه مثل المشرد اللي يبقى ولا حاسبه. فهس طبعا سالت بعض الاصدقاء، سالت احد الاصدقاء اللي عنده جمع حاسب هم قويه اسمه عمر صاحب قناه ديفيجن 3D، كان محتوى العاب لا غيره. المهم بعد السلام تحيه. هذا الولد ساعدني بعض الشغلات بخصوص يعني البروسيسرات وهذا، فانا فتحت الجوجل وقعدت اتعلم اكثر واكثر لحد ما صارت خبره جيده جدا بالبروسيسرات وتكوينها واسعارها، واقوى بروسيسر بالانتل لحد من اقوى شيء لحد ارخص شيء، يعني صارت خبره جيده جدا بالبروسيسرات والكروت الشاشه، فاعرف وايضا المذر بوردات صارت عندي خبره بها يعني جيده جدا، تعلمت يعني فاقدر انصح بها بهالموضوع بعد افضل من قبل. فبما انه صار عندي معرفه اقوى من هذا الشيء، بعت الحاسبه لاخويا وانا هسه قررت اجيب حاسبه يعني اقوى من عندها. لكن بعض الشغلات اخذتها من حاسبه القديمه، مثلا الهارد ديسك والبروسيسور، عفوا الهارد ديسك اخذته، واخذت الاس اس دي الهارد ديسك الثاني، اس اس دي والهارد ديسك العادي والكرت الشاشه اخذتهن، وباقي الشغلات كلهن راح يتغيرن. الكيس سويت اوردر على كيس جديد بعد له 7 ايام هيك 8 ايام يوصل كيس جديد يدعم السياره، يعني يعني يدعم التبريد المائي. وايضا هذا شفت غلطه ما كنت اعرفها بالكيس القديم، جبت يعني يدعم التبريد المائي، وايضا جبت بروسيسور جديد راح يوصل بعد فتره، والمذر بورد وصل، والرامات دي ار 4 وصلت، والمذر بورد اللي يدعم بروسيسورات جديده وهالشغلات كلها، لكن كل شيء وصل الا البروسيسور. اي دا اعرف، احب اناشد ليش ومن كان وراء سبب اختفاء او تاخير البروسيسور؟ ليش كل اخوتك اجى المذر بورد، اجى دي ار 4، الرامات، ها الكيس بعد 7 ايام، انت ليش بعد لك اسبوعين؟ ليش فوق راسك ريشه ولا تنتظر واحد يجيبك المطعم؟ احب اناشد انا، ليش ما تجي؟ ليش؟ ادلك من ما؟ ادلك خالص تجيبك؟ ليه؟ الله اكبر عليكم، الله اكبر عليكم. انا اقول ان شاء الله عجبكم المقطع شباب. طبعا انا بس حبيت يعني انوه يعني عرفه. كان عجب ان شاء الله عجبكم المقطع. انتظرونا راح انزل مقاطع جديده للالعاب اكمل على الحاسب مال اخوي، هاي هسه قاعد على الحاسب مال اخوي القديم اللي كانت حاسب اللي كان في الماضي ما بيعرف حال الحظ. فا اوكي راح اسوي مقاطع على حاسبه اخوي وان شاء الله تعجبكم. كان معكم علي ابو عطوان من قدر اقول يراك، مع السلامه، باي.